بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، يشرحه صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في الحلقة السالفة في حديث إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقفنا عند قوله رحمه الله: لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء، كما يقول اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه، وقد يكون مخالفة بعضهم بعضا وإن كان الأمران متلازمين، أو أن الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم فإن اللفظ يحتمله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا تتميم لما ذكره الشيخ رحمه الله فيما سبق من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، وأنه يسبب المخالفة، فإن المسلم في سعة فيعمل ما أمر به ويترك ما نهي عنه، ولا يسأل عما لم يرد فيه أمر ولا نهي، فإن السؤال عما لم يرد في الكتاب والسنة فيه شيء إنما يوقع الحرج على الناس. وفي الحديث أن الله سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وفي القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. فهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني أنهم إذا بين لهم الحكم لا يمتثلونه ويتثاقلون عنه فيهلكون بسبب مخالفتهم. فهم سألوا ولما أجيبوا لم ينفذوا، وهم الذين سببوا على أنفسهم هذا الحرج. لو أنهم سكتوا من الأول واقتصروا على ما أمروا به ففعلوه وما نهوا عنه فاجتنبوه كان ذلك خيرا لهم. فدل هذا على ذم كثرة الأسئلة التي لا حاجة إليها، وأنها قد تفضي إلى الحرج وتفضي إلى عدم التنفيذ والتثاقل عن تنفيذها. وهذا الدين ولله الحمد دين اليسر والسماحة، والله جل وعلا رحيم بعباده، يشرع لهم ما يناسبهم، يأمرهم بما يستطيعون، وينهاهم عما يضرهم. فهو لم يترك شيئا سبحانه وتعالى فيه نفع إلا أمرهم به، وما ترك شيئا فيه مضرة إلا نهاهم عنه. فما الداعي للسؤال عما لم يرد الأمر به ولا النهي عنه؟ نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله:
كما قال الشيخ أن اختلافهم على أنبيائهم يحتمل أمرين، يحتمل اختلافهم على أنبيائهم أي مخالفة أنبيائهم، فلما خالفوا أنبياءهم هلكوا، ويحتمل اختلافهم فيما بينهم من اختلاف التضاد كما سبق، اختلافهم فيما بينهم، وكلا الأمرين مهلك، لا مخالفة الأنبياء ولا الاختلاف بين أتباع الأنبياء، الاختلاف الذي هو من اختلاف التضاد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث ابن مسعود، وقد يكون في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو، فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة. وذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظر الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. هذا عود على ما سبق في أن الاختلاف قد يكون في الحروف، كما في قصة ابن مسعود مع الرجل الذي سمعه يقرأ قراءة مخالفة لقراءته، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمع صلى الله عليه وسلم إلى قراءتهما وقال كلاكما محق. فاختلاف الحروف يعني في القراءات، مثل يعملون وتعملون والصراط والزراط والسيراط بالسين، هذا اختلاف في الحروف لا يضر، وكله جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به أن الرسول قرأ به وعلمه لغيره، وهذا من باب التيسير على الناس في القراءة. ويحتمل أنه اختلاف في التأويل، يعني يتفقون على القراءة وعلى الحروف لكن يختلفون في تأويل الآية. والاختلاف في التأويل كما سبق، إذا كان له وجه من الآية، كل واحد له وجهة من الآية واحتمال من الآية، فهذا اختلاف تنوع لا يضر. وإن كان الاختلاف في ضرب كتاب الله بعضه ببعض كما في حديث عمرو بن شعيب الذي ساقه الشيخ رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قوما من أصحابه يقول بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، ويقول الآخر ألم يقل الله كذا وكذا، مما يظهر أن فيه تعارضا بين الآيات، وكل أخذ بآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عند ذلك وقال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وذلك كما سبق أن الله جل وعلا أنزل القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فالراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون بعض القرآن ببعض، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ولا يتعارض أبدا، لكن هذا يحتاج إلى رسوخ في العلم وفقه في العلم. وأما غير الراسخين في العلم فإنهم يأخذون، كل منهم يأخذ بطرف من الأدلة ويترك الطرف الثاني الذي يبينه ويوضحه، وهذا هو الضلال وهذا هو الزيغ، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا ظهر لنا بين آيتين أو بين حديثين أو بين حديث وآية شيئا من التعارض، فإننا لا نتسرع بالحكم
بل نتريث ونرد كتاب الله بعضه إلى بعض وأحاديث رسول الله بعضها إلى بعض، فسنجد حينئذ أنه لا تعارض بين الآيات والأحاديث، فإن كلام الله يفسر بعضه بعضا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، وإنما يأتي الغلط من التسرع، وأن كل واحد يأخذ بدليل ويترك الدليل الآخر الذي يفسر ويوضح، فقد يكون هذا الدليل منسوخا بدليل آخر والعمل بالدليل الآخر، قد يكون هذا الدليل عاما والآخر مخصص له، قد يكون هذا الدليل مطلق والدليل الآخر مقيد له، فلا بد من اعتبار هذه الأمور. نعم. وهذا لا يقدر عليه إلا الراسخون في العلم الذين يعرفون مدارك الأحكام ويعرفون كتاب الله وسنة رسوله والفقه فيها. وأما أهل الزيغ وأهل الضلال فإنهم يعمدون إلى قطع القرآن بعضه عن بعض، ويأخذون ما يوافق أهواءهم ويتركون ما يخالف أهواءهم، أو الجهال الذين ليس عندهم زيغ لكن عندهم جهل وعدم فقه، ويدعون أنهم علماء فيأخذون طرف من النصوص ويستدلون به، ولا يدرون أن هناك طرف آخر يبين هذا ويوضحه، فهم لجهلهم قصر علمهم عن هذا. فهذا دليل على أنه لا يجوز الدخول في تفسير كلام الله أو كلام رسوله إلا لأهل العلم المختصين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداود ابن أبي هند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر فذكر الحديث. نعم، خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، يقولون ما دام الله قدر علينا هذه الأشياء وأنه لا بد من وقوعها، فما الفائدة من العمل؟ ما الفائدة من العمل؟ من العمل. فهذا فيه المعارضة بين القدر وبين الشرع، فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب عند ذلك وقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وغضب صلى الله عليه وسلم لأن هذا فيه تضليل للناس، لأنهم يزعمون أن هناك تعارضا بين أن الله أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، أمر بالإيمان ونهى عن الكفر، فيقولون ما دامت هذه الأشياء مقدرة وأنه لا بد من وقوعها فما الفائدة في العمل، نتكل على كتابنا، فإن كان الله كتب لنا السعادة فسنكون سعداء، وإن كان الله كتب لنا الشقاء فسنكون أشقياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب عند ذلك لأن هذا جهل بكتاب الله عز وجل. فلا تعارض بين القدر والشرع، فالله قدر نهى عن الكفر ومنع وحرم الكفر، ولكنه قدره سبحانه وتعالى وأنه سيقع، وأمر بالطاعة مع أن الإنسان قد لا يفعل الطاعة، قد يكون مقدرا له أنه لا يفعلها، فنحن لا نخاصم الله عز وجل في قضائه وقدره، وإنما نخاصم أنفسنا، فنحن نقدر على العمل وعلى الترك. نعم. فالواجب أن نقوم بما اختص بنا، نحن أمرنا نمتثل الأمر، نهينا نمتثل النهي، نمتثل النهي، وعندنا القدرة على ذلك، نحن نقدر أننا نفعل، نصلي، نصوم، نحج، نتصدق، نجاهد، نقدر على أن نترك شرب الخمر، الكفر، الزنا، عندنا قدرة على ذلك، فلماذا نجحد ما بجانبنا ونعتمد على قضاء الله وقدره؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم أنزل الله تعالى: فإن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالسبب من قبل العبد والقدر من قبل الله جل وعلا. فنحن لا نتعلق بالقدر وما يختص بالله عز وجل، وإنما نتعلق بما يختص بنا. فنحن قد مكنا من العمل وبين لنا طريق العمل، فلماذا نترك العمل ونعتمد على القضاء والقدر كما يقوله من قاله من الجهال؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وتكملة: هؤلاء لا يطردون كلامهم في القضاء والقدر وتعطيل العمل، نعم، وزعم المعارضة بين القضاء والقدر والشرع، لا يطردون هذا في أعمالهم. ولذلك لو جني على أحدهم، لو ضرب، لو قتل ابنه، لطالب بالقصاص، طالب بالعدل. فلماذا لا يقول إن هذا مقدر؟ لماذا لا يقول إن هذا أمر مقدر ولا لوم على الفاعل؟ إيه نعم، هذا مقدر عليه. وأيضا لماذا يتزوج يطلب الذرية ولا يتكل على القدر؟ ولا يتكل على القدر، يقول إنسان الله قاسم لي ذرية سيأتي. ولماذا يخرج يطلب الرزق، يبيع ويشتري ويسافر يطلب الرزق؟ ولماذا لا يقول إن كان الله قدر لي الرزق يبي يدخل عليه، يطق الباب ويدخل؟ ولماذا يأكل ويشرب؟ أليس هذا من فعل الأسباب؟ بلى. لماذا لا يقول إن كان الله قادر لي، إن مقدر لي أني أحيا سأحيا ولو ما أكلت وشربت؟ فلماذا هو يأخذ ما يصلح له ويترك ما يخالف هواه؟ يأخذ ما يصلح له ويوافق هواه ويترك. فهو لا يطبق هذه القاعدة عنده في جميع تصرفاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. نعم، وهذا حديث عظيم. هذا الحديث أيضا فيه منهج رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى من أصحابه أنهم تجادلوا في آية من القرآن وارتفعت أصواتهم أنكر عليهم وحث عليهم التراب إنكارا عليهم، لأنه لا يجوز الجدال في القرآن والتخاصم في القرآن. وإذا أشكل شيء من القرآن فإنه يرد إلى بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا إذا كان عند الإنسان مقدرة، وإن لم يكن عنده مقدرة فإنه يسأل أهل العلم. وإذا لم يكن عنده مقدرة ولا عنده أحد من أهل العلم يسأله فإنه يتوقف ولا يدخل في شيء لا يحسنه. فهذا هو السبيل السلامة، في أن الإنسان لا يجادل في كتاب الله، فإن الأمم السابقة إنما هلكت باختلافهم على كتبهم، وإن الذين اختلفوا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فالقرآن كله حق، لأنه تنزيل من حكيم حميد، لا يمكن أن يتعارض بعضه مع بعض، لا بد أن بعضه يفسر بعضا أو تفسره سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الموكول إليه البيان عليه الصلاة والسلام. السنة تفسر القرآن، فالقرآن يفسر بالقرآن،
فإن لم يوجد تفسير في القرآن يفسر بالسنة، فإن لم يوجد في السنة يفسر بأقوال الصحابة الذين تتلمذوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يوجد يفسر بأقوال التابعين الذين أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يوجد يفسر بمقتضى اللغة التي نزل بها. هذه أوجه التفسير كما ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره. فالقرآن لا يفسر بالبداهة أو بالفكر كما يفعله كثير من الجهلة الآن، يفسرونه بأفكارهم وبما يرون، أو يفسرونه بما يسمون بالإعجاز العلمي بدون. القرآن لا يفسر إلا بهذه الأوجه الصحيحة الأربعة، لا يفسر بالرأي أو يفسر بالحوادث التي تحدث ويقال هذا تفسير للآية، لكن يمكن أن يقال هذا والله أعلم تحتمله الآية، وأما أن يجزى من هذا تفسير للآية هذا لا يجوز. أما أن يقال هذه الحادثة والله أعلم أنها يتناولها القرآن أو دل عليها القرآن من باب التوقع لا من باب الجزم. أما الجزم فلا يجوز أن يفسر القرآن إلا بالمصادر الصحيحة للتفسير، وإلا يكون قولا على الله بغير علم. فهذا هو المنهج الأسلم في تفسير القرآن الكريم، ولا يدخل في تفسيره إلا من هو متخصص في التفسير وعنده معرفة بوجوه التفسير الصحيحة، وما أشكل يتوقف فيه ولا يدخل فيه بفكره أو بعقله، بل يكله إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى. وهكذا منهج الأئمة رحمهم الله، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسألة ليس لم ينزل عليه فيها وحي فيتوقف إلى أن ينزل الوحي. الصحابة رضي الله عنهم والأئمة كانوا يتوقفون في الأمور التي لم يظهر لهم فيها حكم شرعي، وهم أئمة. سئل الإمام مالك رحمه الله عن 40 مسألة فأجاب عن 4 مسائل وقال في 36 لا أدري، فقال له السائل جئتك من كذا أتعبت راحلتي وتقول لا أدري؟ قال اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل سألت مالكا فقال لا أدري. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أصبح هناك مثل ما أشرتم يا شيخ مصدر خامس ليس له على أصول في تفسير القرآن، هو ما يكتشفه الكفار. زعم أحدهم أن الأرض كذا والأفلاك كذا، قالوا هذا تفسير للقرآن كما ذكر، وإن لم تقبل الأمة فهو تخلف منها وجهل. هذا كما ذكرنا أنه لا يفسر القرآن بالنظريات الحديثة، لأن النظريات تتجدد ويكذب بعضها بعضا، هذا واقع كثير. يعني نظريات الناس وأفكار الناس ما تجعل تفسيرا لكلام الله عز وجل، لكن كما ذكرنا أن يقال ربما أن الآية دلت على كذا أو أن هذا من مدلول الآية لا من باب الجزم، فهذا قد يكون له وجه مع أن تركه أحسن. نعم، قوله في الحديث فردوه إلى عالمه، قلتم هو الله سبحانه وتعالى. أي نعم، أو عالمه من الناس، يعني العالم يشمل العالم الله جل وعلا، ويشمل العلماء الذين ورثوا العلم عن الأنبياء. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله وقال أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقأ في وجهه الرمان من الغضب، قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم، قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. نعم، هذا كما سبق أن ناسا تكلموا في القدر وهل يتعارض مع الشرع
أو لا يتعارض، ولماذا نعمل وقد سبق القدر ونحو من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، فهذا دليل على الغضب عند إنكار المنكر، ولا سيما المنكر الذي يتناول كتاب الله سبحانه، فيجب الغضب عند ذلك والإنكار على من دخل فيما لا يحسنه، لأنه يقول على الله بغير علم. وفي هذا رد على الذين يقولون حرية الرأي، الآن ينادون بحرية الرأي، حرية الفكر وحرية الفكر، وأنه لا حجر على الناس. نقول نعم، للإنسان أن يفكر، للإنسان أن يبدي رأيه، ما في مانع، لكن ما خالف، إذا خالف الرأي أو الفكر، خالف الكتاب والسنة، فإنه يجب رده، فإنه يجب رده. أما أن يقال أنه كلهم مصيبون وكل له رأيه وكل، فهذا لا يجوز، هذا من الخروج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، أبدوا أفكاركم، أبدوا آراءكم، ما في مانع، لكن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله في هذه الآراء. الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وجعله حجة لنا لا علينا. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.